السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي، هنتكلم فيها عن الخروج المذل للنادي الأهلي، وهنتكلم فيها ونحلل أداء مارسيل كولر اللي بقى غريب وغير مفهوم بالمرة، وخروج النادي الأهلي النهاردة، وصن داونز قدر اللي هو يكسر عقدة النادي الأهلي بعد اللي عمله النادي الأهلي فيه لمدة 3 مواسم متتالية، وبيخرج صن داونز من دوري أبطال إفريقيا. النهاردة النادي الأهلي كان عاجز أمام صن داونز النهاردة رغم ركلة جزاء وفرص وسيطرة كاملة على المباراة من النادي الأهلي. لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا، وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية الأمر عايز أقول ألف مبروك لصن داونز الجنوب إفريقي، لعب بتكتيك مفهوم مع مدرب مخضرم، مع مدرب عرف ياخد من المباراة اللي هو عايزه ويقصوا النادي الأهلي في عقر داره وأمام جماهيره وفي استاد الرعب زي ما لقبوا جماهير النادي الأهلي قبل كده بعد ما خرج صن داونز، بيقصوا النادي الأهلي النهاردة من المباراة. ولكن النهاردة أنا عايز أتكلم على كم نقطة للنادي الأهلي. بص يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش غير بالعدل وما بيرضاش بالظلم. ظلم أحمد عبد القادر، ظلم أحمد عبد القادر من كولر، كولر بيشوفه على حباب عينيه واحدة واحدة. النادي الأهلي بدأ المباراة ما فيش أحسن ولا أروع من كده. النادي الأهلي بدأ بمحمد الشناوي وعودة حميدة ومجيدة وجميلة لأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، اللي النهاردة أنا مش هقصوا عليه ومش هحمله خروج النادي الأهلي، لكن علي معلول لعب ضربة الجزاء برعونة وباستهزاء كبير جدا. لكن لعب في 3 في وسط الملعب، لعب بأليو ديانج اللي تغييره أنا ما كنتش فاهمه، ولعب بمروان عطية اللي كان أقل أداء النهاردة، ولعب بإمام عاشور اللي فعلا اللاعب ده إضافة للنادي الأهلي وعمل مباراة كبيرة 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 كبيرة، ولعب بالثلاثي الأمامي حسين الشحات اللي كان مختفي تماما وأهدر هجمات كتيرة جدا للنادي الأهلي، وبيرسي تاو أيضا المختفي اللي مقفول عليه وصاحب ركلة جزاء النهاردة كانت ممكن تغير نتيجة المباراة لأكتر من كده، ولعب بكهربا اللي حاول على قد ما قدر. النادي الأهلي بدأ ضاغط بكل قوة وبكل، يعني النادي الأهلي كان لازم يستغل أول ربع ساعة ويحرز هدف، وفعلا جات لنا ضربة جزاء في الدقيقة 7، ولكن علي معلول أهدرها والنادي الأهلي فضل ضاغط ضاغط، كرة كهربا اللي في العارضة وانفراد كهربا اللي تمريرة إمام عاشور ليه في الدقيقة 21 اللي ضيعها كهربا بغرابة كبيرة. لكن هي دي طبيعة كرة القدم، من جد وجد ومن زرع حصد. كولر ما زرعش عشان كده ما حصدش. كولر عناده مع بعض اللعيبة في النادي الأهلي النهاردة بينعكس عليه. النهاردة النادي الأهلي لعب شوط أول جميل جميل جميل، مضيع 4 أهداف ولا أروع ومضيع ركلة جزاء. ولكن السؤال اللي لازم جماهير النادي الأهلي دايما بتسأله، لحد امتى إدارة النادي الأهلي مش هتقدر تتعاقد مع مهاجم فذ؟ انت بتلعب في بطولات كبيرة جدا، بناء على ايه تعاقدت مع موديست؟ بناء على ايه لاعب 35 سنة؟ هتقولي انا بنفذ طلبات المدير الفني، لازم يكون عندك انت كإدارة وكمجلس إدارة وكالكابتن محمود الخطيب أسطورة مش محتاج ان حد ينقله لعيب. النهاردة موديست أثبت للجميع إن هو مش موجود، كهربا كان أفضل منه، ولكن التغييرات يا جماعة كان فيها علامات استفهام كبيرة جدا. أنا أول مرة أشوف مدرب في الدنيا متأخر بهدف عايز يكسب، يشيل مهاجم ويحط مهاجم، يشيل جناح ويحط جناح، يشيل وسط ملعب ويحط وسط ملعب. إزاي؟ إزاي وأنت متأخر على الأقل بهدف؟ أنت عايز تتعادل الأول، أنت عايز تتعادل، هتنزل موديست نزل موديست بس مع كهربا،
هتنزل رضا سليم، نزله بس على حساب حسين الشحات. تمام، هتنزل النهارده. انا من وجهة نظري ان احمد عبد القادر اي نعم هو في جزء من الأنانية وليس الجماعية، ولكن عبد القادر كان المفروض يبدأ من بداية الشوط الثاني على حساب حسين الشحات المختفي تماما. ازاي مارسيل كولر؟ انا معرفش ايه الحكمة ان انت تستنى للدقيقة 65 و70 و75 عشان تغير. يا راجل انت متأخر بهدف، ده انت المفروض تدربك الدنيا عليهم. انت متأخر بهدف، انا مش شايف غير مدرب صن داونز كل شوية يرزع تغيير، كل شوية يرزع تغيير، كل شوية يرزع تغيير، وانت واقف تشوح للحكام وتعترض وتعمل وتسوي. انا شايف ان الاداء الفني بتاع مارسيل كولر قل كتير جدا جدا عن الموسم اللي فات، قل كتير جدا، وبدأ يمشي على نهج موسيماني ونهج الاضطهاد، ان هو بيضطهد لاعب. يا جماعة لازم يكون في تدخل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولازم كل المشاكل دي تنحل. النادي الأهلي كده تاني بطولة يخسرها، بطولة أسهل ما يمكن. النهاردة كان النادي الأهلي لو كسب كان هيلاعب الوداد المغربي كلاكيت تالت مرة نهائي بطولة إفريقيا وبطولة جديدة. انت اديت البطولة لصن داونز على طبق من ذهب، انت اديت البطولة لصن داونز على طبق من ذهب، فيها ايه لو النادي الاهلي لعب في جنوب افريقيا بنفس النهج وبنفس المنطق وبنفس الاسلوب اللي لعب في استاد القاهرة النهاردة؟ ايه المانع؟ المانع ان انت كنت تلعب كده هناك في جنوب افريقيا؟ المانع اللي انت تلعب جميع مبارياتك بالشكل ده؟ سيبك من ان احنا خرجنا من البطولة او خسرنا، دي مش اخر الطريق ولا دي اخر بطولة الاهلي هيدخلها، ولكن بطولة جديدة وانت كنت المرشح الاول للفوز بالبطولة انت اللي ضيعتها من ايدك. ليه؟ علشان فكرة عقيم، اضطهاد لاعبين، تفكير، تغييرات خاطئة. ولكن للأسف للأسف مارسيل كولر اداؤه الفن قل كتير، قل كتير. طيب انا من وجهة نظري التغييرات، وحضراتكم يا ريت برضو لو لكم رأي تاني ردوا علينا في التعليقات. من وجهة نظري الأهلي كان يبدأ الشوط الثاني بنفس التشكيل خلاف حسين الشحات يريح وينزل أحمد عبد القادر. طيب لقيت بيرسي تو تعب، يا عمي حط رضا سليم اللي يعني احنا بنتمنى له الشفاء، إصابة في الترقوة يعني، يا ريت يعني رضا سليم نتمنى له العودة السريعة للملاعب لأنه فعلا لاعب مفيد للنادي الأهلي. ولكن انت ايه الفكر اللي انت تشيلت مهاجم وحطيت مهاجم؟ ايه الفكر في كده؟ طب ايه الفكر اللي انت شلت لاعب وسط ملعب؟ اليو ديانج ما كانش يطلع، اليو ديانج ما كانش يطلع، ده انت تطلع مروان عطيه وما تطلعش اليو ديانج. اليو ديانج سريع ما يطلعش، راجل قوي في الالتحامات، وهم لعيبه صن داونز الله اكبر عليهم يعني التحامات قويه جدا. ايه الفكره ان انت شلت حسين الشحات وحطيت رضا سليم؟ تمام، شلت كهربا وحطيت موديست، شلت اليو ديانج وحطيت قفشه، هو ده ماتش قفشه؟ يعني انا عايز افهم، يعني هل ده ماتش محمد مجدي قفشه؟ مش ماتشه، مش ده الماتش اللي قفشه يلعب فيه. انت عايز لعيب سريع، لعيب مهاري، لعيب يخلص، ولكن انت بتتحمل النتيجه النهارده. انت يا كولر انت اللي تتحمل النتيجه، مش علي معلول. ضربه الجزاء اي لاعب في العالم بيضيع ركله الجزاء، اي نعم هي من شاطه برعونه تمام، والحارس اللي اسمه ويليان ده حلو جدا في ركلات الجزاء، ولكن احنا مش هنحمل المباراة لعلي معلول. خلاص ده اللي ضربة الجزاء ضيع في الدقيقة التامنة، الدقيقة التامنة يعني اعتبر في بداية المباراة، يعني انت معاك الماتش كله ما قريتش الماتش كله. طب هل انت مثلا الناس اللي هم في دكة الاحتياط دول انت بتشوفهم مثلا، ولا انت بتفتكرهم؟ يعني ده انت الماتش بتاع سيمبا التنزاني هناك يعني الدقيقة 85 تمام وما غيرتش، او اللي كان هنا في مصر، اللي كان هنا في مصر لما الاهلي دخل فيه جون من سيمبا طلعت ثلاث تغييرات تغيرها، لما الاهلي تعادل جيت نقعدهم جنبك. ايه يا عم الحاج انت بتعاندنا ولا بتعاند في نفسك ولا بتعمل ايه بالظبط؟ انا اتمنى ان كولر يراجع حساباته، والف مبروك لصن داونز، وحظ اوفر للنادي الاهلي وجماهيره، اللي انا بجد حزين ان احنا نخرج على ايد صن داونز، لكن هي دي طبيعه كره القدم، ومش نهايه الطريق، ومش دي اول ولا اخر بطوله الاهلي هيدخلها يخسرها او يكسبها، ولكن لازم يكون عندنا وعي تكتيكي،
لازم مارسيل كولر يقرأ المباريات بشكل أفضل، لازم يحل مشاكله مع جميع اللاعبين، لأن الخلاف بين اللاعبين وبين المدرب ده مش في مصلحة ال ده مش في مصلحة الفرقة. أنت بت 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 يعني بتخلي الفرقة تخسر عنصر مهم جدا زي أحمد عبد القادر، اللي أحمد عبد القادر اللي كان مكسر الدنيا مع موسيماني لو تفتكروا. لكن هي دي نهاية البطولة، وهارد لك للنادي الأهلي، وبالتوفيق في المباراة اللي جاية إن شاء الله. يا ريت يا صديقي لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك الجميل وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. أشوفك على خير، مع السلامة.